وزعيم أهل السنة في إيران يقول مواطنو البلد الغنية بالنفط والغاز يواجهون أزمة في تدفئة منازلهم. اليوم الحديث عن أزمة في إيران يبدو مستغربا لوجود ثروات كبيرة داخل مدن إيرانية. لا، هو الأمر ليس مستغرب بصراحة للمتابع الشأن الإيراني، وأيضا حتى لدى المواطنين في إيران هذا الأمر ليس مستغرب لهم في ظل الفساد المستشري في النظام والسرقات التي يقوم بها كل مسؤول يقوم يحصد على مسؤولية في أي دائرة من الدوائر. لذلك هذا الأمر متوقع، أضافة إلى سياسات النظام العدائية مع دول الجوار وأيضا مع المجتمع الدولي جعلها أن تكون تحت رحمة العقوبات الغربية، ولذلك النظام الذي يدعي بأنه يقوم بتطوير الصواريخ والمسيرات وما شابه ذلك يعجز في حل مشكلة الغاز والتدفئة في حال حسب وصف خامنئي الذي قال بأن نملك أكبر مخزون من الغاز والنفط لكنهم لا يستطيعون تفور ذلك.